حلقتنا الرئيسية الآن، حيث تراجعت حدة المعارك في مدينة الحديدة على الساحل الغربي لليمن، وذلك بعد ساعات من اشتدادها، فيما استأنف طيران التحالف العسكري السعودي الإماراتي غاراته الجوية على مواقع عدة في المدينة، مع إعلانه استمرار عملياته العسكرية واتهام الحوثيين بزراعة الألغام. بعد ساعات من إعلان الحوثيين استعدادهم وقف إطلاق الصواريخ البالستية على السعودية وتجميد العمليات العسكرية في مختلف الجبهات، رد التحالف أن عملياته العسكرية مستمرة، متهما الحوثيين بزرع الألغام على نطاق واسع في مدينة الحديدة. التحالف عاود غاراته الجوية على مواقع تابعة للحوثيين في المدينة، إذ شن أكثر من 10 غارات جوية في مناطق متفرقة هناك. الحوثيون من جهتهم أعلنوا أنهم نفذوا عمليات عسكرية ضد القوات الحكومية جنوب كيلو 16 على الجانب الشرقي من الحديدة. العملية التي استمرت 4 ساعات وفقا لإعلام الجماعة خلفت قتلى وجرحى. العودة القوية للتوتر العسكري والميداني في الحديدة في ظل ما أعلنته جميع الأطراف عن مشاركتها في محادثات السويد تضع الجهود السياسية للمبعوث الدولي مارتن غريفيت على المحك، ورغم ارتفاع منسوب التفاؤل هذه المرة بإمكانية إحراز تقدم سياسي من خلال المشاورات، إلا أن مراقبين يخشون من مواقف وتطورات اللحظة الأخيرة وبالتالي تعثر المساعي في هذا الاتجاه. هناك مشهد متذبذب للأمم المتحدة والمبعوث الأممي وفي مسألة حسم إصدار قرار لوقف إطلاق النار في مدينة الحديدة، هذا الشيء لم يحصل. ناهيك أن المعارك عاودت والاقتتال عاد مرة أخرى، هذا ما يؤكد أن هناك استهتار للمواقف الدولية لعدم وضوحها. ما يعزز هذه المخاوف هو ارتفاع وتيرة المواجهات العسكرية ليس في الحديدة فحسب، بل في جبهات مختلفة كحجة وتعز والضالع ونهم وبعض مناطق صعدة. خليل القاهري، التلفزيون العربي. من جهة أخرى، أعلنت السعودية والإمارات اللتان تقودان تحالفا عسكريا ضد المتمردين الحوثيين في اليمن الثلاثاء عن مساعدة جديدة بقيمة 500 مليون دولار للبلد الذي يواجه خطر المجاعة. وتعهدت الدولتان بأن تقدم كل منهما 250 مليون دولار للمساهمة في الاستجابة للأزمة الغذائية التي يشهدها البلد الغارق في نزاع مسلح منذ أكثر من 4 سنوات. المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة تطلقان مبادرة إمداد إغاثي استجابة لأزمة الغذاء في اليمن، وتدعم المبادرة من 10 إلى 12 مليون يمني وبتكلفة قدرها 500 مليون دولار أمريكي، بالإضافة لدعم متساو من قبل البلدين. ينضم إلينا من عدن عبد الخالق الحود الكاتب والصحفي. أهلا بك سيد عبد الخالق إلى العربي اليوم. إذن يعني هدأت نوعا ما حدة المعارك في الحديدة بعد أن اشتدت في ليل أمس، وهو ما بدأ وكأنه يعني تلويح باشتداد المعارك مرة أخرى بشكل كامل بعد أن كان المشهد أقرب لوجود حل سياسي بموافقة جميع الأطراف. هل نحن فعلا أمام عودة للشكل القاسي في المعارك الآن بدلا من الهدوء؟ نعم، لا نستطيع أن نقول أن المعارك قد توقفت في الحديدة، فهي لم تهدى على الإطلاق لكن وتيرتها خفت وحدتها مع إعلان الطرفين الموافقة على الدخول في مشاورات السويد. المواجهات خفت قليلا، الهجوم الذي كان يشنه التحالف العربي على مدينة الحديدة من 3 محاور يبدو أنه تراجع قليلا، لكن المعارك لم تهدى، ما زالت أيضا طائرات التحالف بحسب الحوثيين تشن غاراتها على مواقع للجماعة في الحديدة وكذلك في مناطق أخرى في جبهات عديدة في الضالع وكذلك في صعدة وفي حجة. أيضا المعارك لم تهد أيضا في هذه الجبهات وظلت على حالها من التصعيد والتصعيد الموازي، كلا الطرفان يحمل بعضهما الآخر ويقولان بأن الطرف الآخر هو المسؤول عن خرق الهدنة التي أعلن عنها. يبدو
من خلال ضغط دولي كبير مورس على الطرفين للذهاب إلى مفاوضات أو إلى مشاورات جنيف. فبالتالي المعارك لم تهدأ، يبدو أن الأمور على الأرض سوف تستمر على ما هي عليه، على اعتبار أن المشاورات تتناول ملفات هي لا تمس في الحقيقة جوهر الخلاف السياسي. سيد عبد الخالق، ما الذي ينتظره الطرفان؟ ما هي الورقة التي يريد كل منهما الحصول عليها للعودة مرة أخرى إلى مرحلة التهدئة التي كانت؟ في مفاوضات جنيف السابقة كان المبعوث الدولي وكانت الأنباء أيضا قد رشحت على أن المبادرة تتضمن موافقة الحوثيين على تسليم ميناء الحديدة وكذلك بعض المناطق السيادية في هذه المدينة لإشراف أممي. وبالتالي هذا الأمر يبدو أنه حاز على رضا جميع الأطراف، وكذلك أيضا تضمن الاتفاق بحسب التسريبات أيضا أن تقوم الأمم المتحدة ب جمع الأموال والإيرادات التي ستجمعها من المناطق السيادية بما فيها ميناء الحديدة وميناء الصليف المتواجد أيضا في ميناء الحديدة وتسليمها إلى البنك المركزي في عدن. وبالتالي على الحكومة اليمنية تسليم الرواتب لجميع الموظفين في اليمن كذلك في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. يبدو أن هذا الطرح ما زال هو الطرح الذي سيتم الاتفاق عليه إذا ما تمت المشاورات في السويد خلال الأيام أو الأسابيع القليلة القادمة. يعني هل ننتظر اجتماعات السويد الآن للحصول على توافق ولو مؤقت تمهيدا للسويد، أم أن مشروع القرار الذي طرحته بريطانيا الذي ينتظر التصويت عليه الآن أيضا يمكن أن يقدم شكل من أشكال الحل المؤقت الآن؟ هو للأسف الشديد الفكرة المطروحة من خلال المشاورات من التسريبات التي تضمنتها التسريبات الصحفية التي قالت بأن النقاط المطروحة في المشاورات القادمة في السويد ربما لا تبدو أنها ستلبي طموحات الطرفين وبالتالي ستؤدي إلى تهدئة في على الجبهات، على اعتبار أن المجتمع الدولي يبدو أنه يراهن على وجود الطرفين على طاولة مفاوضات واحدة ويعتبر أن ذلك إنجازا كبيرا بالنسبة له، وكذلك أيضا إذا ما استطاع إدخال الكثير من المساعدات الغذائية إلى ميناء الحديدة وإلى المناطق التي تشهد مواجهات منذ 4 سنوات يعتبر المجتمع الدولي بأن هذا يعتبر إنجازا كبيرا وهو خطوة أولى في بناء الثقة بين الطرفين، وبالتالي يمكن يفضي إلى تنفيذ الخطوات القادمة والتي ربما تتضمن وقفا لإطلاق النار، لكني أعتقد أن هذا الوقف لن يكون نتوقع شيء إيجابي سريع خاصة بإعلان مارتن غريفيث زيارته إلى صنعاء الأربعاء المقبل؟ هو قادم إلى صنعاء على اعتبار أنه قد وعد الحوثيين بأنه سيرافق وفدهم للخروج إلى السويد، على اعتبار أن خروج الوفد الحوثي المرة الأولى كان من مطار صنعاء كان هو المعطل للمفاوضات جنيف السابقة، وبالتالي يبدو أن هذا الإجراء سوف يرضي الحوثيين وبالتالي سيوافقون على الخروج من صنعاء بمرافقة المبعوث الأممي وربما وفد أممي آخر أيضا سيخرج معهم. بحسب التسريبات أن المفاوضات القادمة أو المشاورات القادمة أيضا سيناقش فيها فتح مطار صنعاء وهو مطلب حوثي كان قد طرح في أكثر من مناسبة. يبدو أن هذه الأمور وافقت عليها الأطراف الأخرى كنوع من إرضاء للحوثيين للدخول في المشاورات القادمة وضمان ذهابهم إلى 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 السويد وليس كما حدث في المرة السابقة. أشكرك من عدن عبد الخالق الحود الكاتب الصحفي.